call me a god. إذا كنت تريد تشتري أي أسلحة أو فضة أو أي حاجة تخص لعبة سكال أند بونز أو أي لعبة ثانية مثل ألعاب فيفا، ادخل على الرابط الموجود في الوصف ولا تنسى أنك تحط كود نوب. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو اليوم بنسوي ريفيو لسفينة السامبوك اللي طورناها، بحاول نسويها أونلاين. فنروح نقطع على هذا الشخص، هو يستخدم، يعني هو مسكين لأنه ما العادة أني أحب اسوي يعني اني اهجم على الناس، بس لسيك الفيديو ان نشوفكم كيف البلد اللي سويناه ونهجم على هذا الشخص. نقرب كيف البلد. هذا اللي واقدين، هذا عنده ربع، فبيكون اونلاين، بيكون في شخصين معانا نهجم عليهم، نشوف اذا قدرنا ان ندمره. 1000 بس، سيريسلي 1000 بس يخلصنا ان نهجم عليه حال 1000. لكن بتكون تجربة للسفينة الحالية، سفينة السامبوك، نفس الشيء تعرفوا اللي ضفناه فيها في كل الاتجاهات، المدافع الحارقة. ليش هرب عني؟ ما اقدر اعرف وين رايح، هذا كأنه جالس يهرب وفي شخص على يساري. اوكي، بهجم على اللي يساري، خليه هو يرتاح. خلينا نقرب. والله السفينة طيبة، إذا تشوفوا صراحة دمرناه. والله انها سفينة يعني ممتازة، نشكر، اتوقع اكس اكس اسمه، اكس اكس سمثينج، لانه هذا تقريبا خلاص ما بقى له شيء. دمرنا صراحة السفينة، طيبة جدا وما عليها كلام. لكن الحين هذا الهارب، بس اريد ادمره. بس عشان الفيديو تحصين، بدون تحصين. كيف دمرنا ولا بعد؟ دمرناه؟ ايوه دمرناه. لا صراحة مستوى رهيب، نشوف اذا نقدر. نلحق صاحبنا. هذا هو زوتك. خلصنا منه. تقريبا عنده بيكون اوريدي يقدر انه، ما اعرف اذا بيهجمني مرة ثانية. نتجاوز هذه السفينة المارقة، خلاص يعني ما اتوقع اني بروح اهجم على هذا الشخص، لانه اوريدي اخذت الفائدة اللي كنت اريدها، اني اشوف كيف قوة السفينة في البي في بي
وصراحة السفينة قوية في البي في بي. تجاوزنا لأنه كم عنده 1000 تقريبا، وش 1000 تفيدنا وإحنا نجمع تقريبا في الرن الواحدة 50,000 حاليا وصلنا تقريبا، فما يحتاج إن نهجم عليه. وإذا كنت يعني إذا عشان 1000 أقدر أروح من هنا أجيب 1000 ولا من هنا أجيب 1000، يعني حاجة لا تذكر. هل هذا يريد يرجع مرة ثانية ويهجم علينا ولا ويش سالفته؟ ما أعرف. وهذا يفكر نفسه إنه ضحك علينا وهرب. والله لو تكون الطريق معانا كنا بنقدر نوصل لك، لكن ما يحتاج. نخليه نشوف. هذا إذا بغى يهجم علي مرة ثانية فبهجم عليه. ولكن مثل ما شفتوا السفينة جبارة جبارة في البحر في البي في بي، ما توقعت اني بقدر يعني بهالطريقة. تقريبا انا هذا الشخص اللي خلفي قتلته مرتين لو لاحظته، يعني المرة الاولى ما كان باقل له شيء وتوقف. هل هذا ضربني؟ لا ما ضربني. المرة الاولى ضربته ولحد ما بق يعني خلاص ما بقى له شيء وعبى هيلث، ومرة ثانية ضربته ودمرته وكنا قادرين انه حتى نواجهه للمرة الثالثة. فصراحة بشكل عام السفينة قوية في البي في بي، مثل ما قلنا حاول انك تكون قريب من السفن اللي تعاديها. غير هذا عجبتنا السفينة يعني. لكن بعد لما بسوي الفيديو التالي بيكون نفس السفينة لكن في البي في اي اللي هو ضد الكمبيوتر، ومثل ما شفت يعني في المرات الماضية ضد الكمبيوتر البارك أفضل. هنا تكون نهاية الفيديو، أتمنى أنه عجبكم، أتمنى أنكم تضغطوا على زر السبسكرايب زر اللايك و تكتبوا في الكومنتات الحاجات اللي تبوها. أفكر أنه أعطيكم سلاح الطيف الأزرق. شوف هذا يكلمنا، على باله أنه نحارب بعض ونسيناه، بس صراحة عشان الفيديو حاربت هذاك الشخص. ونفسي عشان الألف يعني ما تستاهل. anyway اللي كنت أريد أقوله إنه في عندي سلاح طيف الأزرق زيادة وأريد أسوي giveaway، فإيش رأيكم؟ خبروني في الكومنتات، وإن شاء الله على الفيديو الجاي بتكلم فيه في البداية. شكرا لكم، ونشوفكم فيديو آخر، والسلام عليكم.